Welcome to the Diplowmen podcast, where we will be talking with and about incredible women mediators, facilitators, negotiators, ambassadors, peacemakers, peace builders, and more. I am Karma Ekmekji, and I will be your host in this journey of mainstreaming the women, peace, and security agenda into our lifestyles. With a focus on the Arab region, the Diplowmen podcast comes to you in collaboration with the Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs at the American University of Beirut, and is made possible by the generous support of UN Women. The Arabic subtitled video edition is available on the Diplowmen podcast YouTube channel. اليوم رح نفكر على العالي مع الأستاذة رنا غانم بالحلقة الثالثة من The Diplowmen Podcast، ورح نسلط الضوء على اليمن. الأستاذة رنا هي الأمين العام المساعد للتنظيم الناصري باليمن، وهي خبيرة بمجال حقوق الإنسان. رنا كانت المرأة الوحيدة بالوفد اللي مثل الحكومة اليمنية بمحادثات ستوكهولم بال2018. أستاذة رنا، أهلا وسهلا فيكي بذا ديبلومن بودكاست. أهلا وسهلا، وأنا حقيقة سعيدة جدا لهذه الاستضافة وهذا الحديث اللي يعني نحاول أن نسلط فيه الضوء على اليمن وماذا يحدث في اليمن، والذي أتمنى أن يكون حديث بسيط ويدخل إلى القلوب مباشرة بإذن الله. أنا ما عندي أي شك رنا، بس خلينا نحكي أول شيء منذ البداية، شو عم بيصير باليمن؟ شو صار باليمن من 2014 لليوم؟ شو كانت المحطات الرئيسية للمفاوضات، للمحادثات السلام لإنهاء أو محاولات إنهاء الحرب باليمن؟ وشو كانت دور المرأة بكل وحدة من هذه المحطات؟ شو المنظورة النسائية أو النسوية للي عم بيحدث اليوم باليمن؟ طيب، خليني عشان تكون الصورة أكثر وضوح في الحديث عن اليمن وما الذي حدث في اليمن، نعود إلى 2011 مش 2014. خليني أذكر فقط بمشاركة المرأة في الثورة الشبابية الشعبية في فبراير 2011. شاركت المرأة اليمنية بقوة وبكثافة كبيرة وبفعالية منقطعة النظير. يعني حتى احنا اليمنيين أنفسنا كنا مذهولين من ما الذي يحدث في اليمن، ما كل هذه النساء اللي يعني خرجوا للشوارع والمطالبات اللي رفعت بدولة مدنية، دولة ديمقراطية، بمواطنة متساوية. هذه المشاركة الكبيرة والقوية للنساء جعل عند النساء استحقاق. المهم أنه بعد الثورة الشبابية الشعبية عقد مؤتمر حوار وطني. هذا مؤتمر حوار كان في مارس في 2013، ولأن النساء شاركت بهذه القوة في الثورة الشبابية، استطاعت النساء بدعم من المبعوث الأممي يومها اللي كان في اليمن جمال بن عمر بأن تشارك في مؤتمر الحوار الوطني بنسبة 30%. فلأول مرة شاركت النساء اليمنيات في رسم، خليني أقول، مستقبل اليمن في مخرجات الحوار الوطني، اللي يعني تشارك النساء مع السياسيين، مع مشايخ القبائل، مع رجال الدين، مع كل الفئات اللي مكونة للمجتمع كان في يعني مسار اندماج تام للمرأة في بالضبط. وهذه لأول مرة تحصل في اليمن. كل الأحزاب يعني فرض عليها بأنه من ضمن ممثليها في مؤتمر الحوار أن يأتوا بنسبة 30% من ممثليهم لتمثيل النساء، وأيضا كان هناك تمثيل للنساء المستقلات للمجتمع المدني. استطعنا في مؤتمر الحوار الوطني اللي دام 10 أشهر، استطاعت النساء أيضا أن يعني أثرت النساء في هذه المخرجات، في مدنية المخرجات، في الحقوق اللي حاولنا تضمينها في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. خليني أقول بس أنه بعد مؤتمر الحوار الوطني كان في صياغة في مسودة الدستور، وأيضا شاركت المرأة اليمنية، كانوا أعضاء لجنة صياغة الدستور 17 شخص، من بينهم 4 نساء، وهذه كانت أيضا إحدى المخرجات مؤتمر الحوار، إنه لازم النساء تشارك في رسم صياغة مسودة الدستور اليمني الجديد. الأمم المتحدة تحاول أن تعقد مشاورات للسلام، يعني إنهاء هذه الحرب. وأيضا حدث أنه لما انقلب الحوثيين على السلطة في اليمن وهرب الرئيس عبد ربه منصور هادي من صنعاء، استطاع أن يخرج من الحصار لأن الحوثيين حاصروا رئيس الجمهورية في مقر رئاسته وحاصروا الوزراء، ودخلت اللجان الثورية التابعة لهم في كل المؤسسات وحاولوا أن يصبحوا هم أصحاب القرار. يعني حتى ختم الوزارة ما كانش الوزير المعني يستطيع أن يختم أي ورقة إلا برضاء المشرف الحوثي. استطاع استاذة رنا سؤال، بكل هذه الأثناء أين هي رنا غانم؟ يعني ما فيها، يعني هيدا المشهدية اللي عم بتصوري لنا إياها، حضرتك وين كنت منه؟ احنا كنا في حوارات دائمة، حاولنا انه نحاور الحوثيين باثنائهم عن هذا العمل اللي يقومون به. كانت في حوارات كبيرة وتواصلات كثيرة مع الأحزاب السياسية لمحاولة الاستدراك ما الذي يحدث. بعدها زي ما قلت لك، يعني رئيس الجمهورية استطاع ان يهرب من الحصار الحوثيين إلى عدن، وبدأ الحوثيين باستخدام الطيران وعملوا مناورات على الحدود اليمنية السعودية، وطلب رئيس الجمهورية التدخل من دول التحالف العربي، وفعلا تدخلت المملكة العربية السعودية والتحالف العربي في الحرب في اليمن، والتي كنا نعتقد أنه ستكون يعني كم شهر ويستطيع اليمنيين، يعني لم تخض اليمن حرب طويلة مثل هذه الحرب التي يعني الحالية. نعم. بعدها أيضا في حدث بدأت المشاورات برعاية الأمم المتحدة، حدثت أول مشاورات، كانت أول في 2015 في يونيو تقريبا في 2015. لم يعني المشاورات سواء اللي عقدت في جنيف 2015 او بعدها ايضا في نفس العام حدثت مشاورات بيل، جميعها لم تستطع ان حتى خليني اقول انه تثبت عوامل بناء الثقة بين الاطراف لإعادة المشاورات. حتى انتقلنا الى محطة الكويت في 2016، وأنا دائما يعني أسف لأنه محطة الكويت هذه كانت ممكن أن تكون علامة فارقة في المشاورات اليمنية، لأنه كانت أولا في الكويت قدمت كل ما أمكنها من تسهيلات، ولأنه حتى هذه المشاورات لأول مرة استمرت 70 يوم، يعني تخيلي الصبر والنفقات وكان يومها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ هو المبعوث، ومورست العديد من الضغوط، وخليني أقول إنه كانت تمارس الضغوط الأكثر على الحكومة الشرعية، بكونها كانت دائما يطرح أنتم دولة، أنتم حكومة، أنتم معترف فيكم، يجب إنه أنتم الذي تقدموا تنازلات أكثر. وهنا خليني يعني ألفت إنه كل الأحزاب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، يعني السلفيين على الإخوان المسلمين على القوميين على الاشتراكيين في اليمن، كلهم يعني وقفوا في جانب الحكومة الشرعية ضد انقلاب الحوثيين. نعم. استمرت هذه المشاورات وقدمت للأمانة الحكومة اليمنية فيها الكثير من التنازلات. طبعا في الكويت رفض الحوثيين، وكان معهم المؤتمر الشعبي العام، كل التنازلات التي قدمت من الحكومة اليمنية في آلية تسليم هذا السلاح وتسليم مؤسسات الدولة، لدرجة أنه في آخر المطاف أو في آخر الفترة وقعت الحكومة اليمنية على المقترح المقدم من إسماعيل ولد الشيخ بأنه إحنا موافقين وإحنا سنوقع على هذا المقترح رغم الكثير من الملاحظات اللي كانت موجودة عليه، ولكن إذا استطاعت أن تقنع الحوثيين فنحن سنعود مرة أخرى. وغادر الوفد الحكومة الشرعية في آخر الأيام بعد أن وقع على المقترح اللي كان قدمه إسماعيل ولد الشيخ. في 2018 في سبتمبر 2018 كما قلت لم يحضر الحوثيين إلى المشاورات متعللين بأشياء كبيرة لا يسمح المجالون الآن لمناقشتها أو الاستفاضة فيها. المهم إنه تأجلت المشاورات من سبتمبر 2018 إلى ديسمبر 2018 واللي هي كانت مشاورات ستوكهولم. نعم. في مشاورات ستوكهولم أنا كنت المرأة مع وفد الحكومة الشرعية، وللأسف ويؤسفني أن أقول يعني هذا لا يعني شيء مؤسف أن أكون أنا المرأة الوحيدة في ضمن هذا الوفد. يعني حتى تمثيل النساء مثلا في مشاورات الكويت أنا كنت مع الفريق الاستشاري الذي ذهب برفقة الفريق الأساسي، وكان في الفريق الحكومي الأساسي كان هناك امرأتين، وحتى عندما كان الحوثيين والمؤتمر الشعبي لا يزال فريق واحد. المؤتمر الشعبي يعني مثلته امرأة وهي الأستاذة فائقة السيد في هذا المؤتمر، يعني بمعنى أنه كان في 3 نساء في المشاورات الأساسية. في ستوكهولم طبعا كنت انا الوحيده من الفريقين، يعني لا فريق الحوثيين، فريق الحوثيين لم يحضروا اي امراه، وفريق الحكومه الشرعيه ايضا للاسف زي ما قلت يعني كنت انا المراه الوحيده في الوفد الرسمي. ذهبنا في ستوكهولم، كانت الامور تعرفي انه كلما طالت امد الحرب كلما تعقدت الامور اكثر، يعني صوت الرصاصه عندما ينطلق صوت الرصاص ما اسهل انه ينطلق بتهور، ولكن ما اصعب ان اسكاته مره اخرى. كانت الازمه الانسانيه في اليمن يعني على اشده، واليوم خليني اقول انه اليوم اليمن تصنف يعني من اسوأ ازمه انسانيه في العالم اليوم تحدث في اليمن. فكنا احنا في الحكومة الشرعية ذاهبين على أساس حل الجانب الإنساني، يعني أنه هذه 10 أيام في ستوكهولم أنها نحاول حلحلة مسألة مثلا قضية البنك المركزي، مرتبات الموظفين، قضية الأسرى والمعتقلين، قضية حصار المدن وبالذات مدينة تعز المحاصرة منذ الاندلاع الانقلاب. نحاول أن نفكك أو نتفق على القضايا الإنسانية بشكل أكبر. بس بعد شوي بدنا نرجع شوي على قضية الأسرى والمفقودين، نحكي فيها يعني نتوسع شوي أكثر لأنه في دور أساسي للمرأة اليمنية بهذا الموضوع ورابطة أمهات المعتقلين. نعم خليني أقول إنه فبالتالي حتى إنه الفريقين في ستوكهولم تخيلي إنه ما عقدش لقاء مباشر إلا في لجنة الأسرى والمعتقلين للفريقين، يعني المفاوضات كانت دائما غير مباشرة، كان دائما هناك وسيط بولا وقت من الأوقات قعدوا الطرفين سوا على طاولة واحدة. بالضبط، فيما عدا فقط اللجنة التي شكلت للأسرى والمعتقلين، وفي اجتماع يتيم وحيد شكلنا لجنة من أجل موضوع تعز وحصار تعز. يعني تقابلنا مقابلة يتيمة سريعة على عجالة، كنت يعني كنا 2 شخصين من وفد الحكومة الشرعية و2 شخصين من وفد الحوثيين، ومعنا المبعوث الأممي وفريق عمله، وكان لقاء سريع ويعني يتيم خليني أقول. يبدو أنه كان المبعوث الأممي يتحاور معهم في الجانب السياسي ويتحاور مع فريق الحكومة الشرعية في الجانب الإنساني ويطرح لنا أوراق في هذا الجانب بشكل أكبر، ويقول أنه الحوثيين يطرحوا هذا الكلام ويروح للحكومة الشرعية يقول لهم مثلا أنه الحكومة الشرعية تحط هذه التصورات. لكن كان واضح أنه المجتمع الدولي برمته لا غرض لا الجانب السياسي اللي يطرحوها الحوثيين ولا الجانب الإنساني اللي تحطه الحكومة الشرعية كان الغرض هو وقف المعارك في الحديدة. الحديدة ميناء على البحر الأحمر، وكانت الحكومة الشرعية مع التحالف العربي يعني باقي كم كيلو، يعني 5 كيلو يستطيعوا السيطرة على. يمكن فيك تعطينا شوية تفاصيل أكثر للمستمعين، شو أهمية الحديدة؟ أيوة زي ما قلت لك، الحديدة هي ميناء، والحديدة بيصل كل البواخر الإغاثة إلى هذا الميناء، وكان يسيطر عليها الحوثيين في تلك الفترة. يعني مفتاح إنساني، مفتاح إنساني. نعم. لليمن. نعم، فكانت الحكومة الشرعية بقيادة التحالف على وشك السيطرة على هذا الميناء. الحوثيين هددوا أنه لو تمت السيطرة على الميناء سيحرقوا الميناء برمته. كان المجتمع الدولي يعني كل حرصه، تعرف يعني في الاخير المجتمع الدولي ايضا له مصالحه في الممرات المائيه وفي طبعا فكان هم المجتمع الدولي حينها ميناء الحديده ايقاف المعارك وعدم سيطره الحكومه، او خليني سيطره الحكومه على ميناء الحديده. فبالتالي تجاهل المبعوث الأممي يعني الجانب السياسي اللي كان يطرحه الحوثيين، وأيضا القضايا الإنسانية الأخرى. يعني حاولوا أنه يطرحوا في اتفاق ستوكهولم أنه عائدات الميناء يجب أن تصب في البنك المركزي، وبالتالي يتم صرف مرتبات الموظفين من عائدات البنك. وضعت هذه وهذا الموضوع لا يزال موضوع خلاف، صح؟ يعني بعد في مشكلة بموضوع البنك المركزي. فدعيني أقول عندما يريد المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة أن تفرض عصاها في توجه ما، هي تستخدم كل القوة الدبلوماسية لفرض هذا التوجه. وهذا كان ملاحظ حقيقة في ستوكهولم. يعني أذكر يوم الاتفاق إحنا كفريق في الحكومة استمرينا صاحيين حتى الساعة 5، لأنه يعني هذا الاتفاق قابل للتأويل ومش عارفة إيه. أخذوا رئيس فريق الحكومة ونائبه حينها وسفراء الدول ال18 راعية مع المبعوث الأممي، وطرحوا لهم خرائط وطرحوا لهم توضيحات وتعهدات. وجاء الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش يومها، وإنه لازم يمشي هذا الاتفاق. المهم إنه تم الضغط على الحكومة بإنه يجب الموافقة على هذا الاتفاق، وكما رأينا إنه تمت الموافقة على هذا الاتفاق. وهذا اللي أحب إني يعني أركز عليه، إنه الأمم المتحدة عندما مثلا نطرح لها آراء تقول أنا مجرد وسيط، أنا لا أستطيع إنه أعمل كذا. لكن عندما تريد الأمم المتحدة أن تفرض العصا الدبلوماسية أو القوة، بالفعل هي تستطيع أن تستخدم ضغوطات من كل الدول على الجهات لتمرير اتفاق ما. اليوم تشكلت حكومة باليمن، أو تشكلت حكومة خارج اليمن، بس صارت الحكومة باليمن، وصحيح؟ يعني طبعا خليني أقول لك أنا هنا برضو عشان أعطي للمشاهد فكرة. نعم. إنه للأسف لا يزال رئيس الدولة اليمنية حتى اليوم قابع في الرياض. نعم. فكانت الأوضاع على وشك الانفلات مرة أخرى، وجاءت في اتفاق الرياض الذي عقد مؤخرا، وبين كل المكونات اعترف المجلس الانتقالي بالحكومة الشرعية، وحاولنا أن نخرج بحكومة يعني شاملة لكل الأطراف والمكونات السياسية المنضوية تحت الحكومة الشرعية. ولكن أثناء حكومة من 24 رجل. نعم، هذه كانت بالرغم انه مقررات، بالرغم انه مقررات مؤتمر الحوار الوطني يعني الموضوع واضح انه 30% صحيح. على الاقل بالحكومه. صحيح. نعم، للاسف كانت هذه الحكومه المكونه من 20 رجل كما طرحتي، ولم تمثل فيها أي امرأة. وهنا ارتفعت أصوات النساء عاليا في كل التحالفات والشبكات النسوية اليمنية الموجهة لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء وللأحزاب والمكونات السياسية، إنه لماذا هذا التخاذل في تمثيل النساء؟ ولماذا أنتم دائما يعني تطرحوا أنه مخرجات الحوار هي أحد المرجعيات الرئيسية في أي مشاورة، يعني اللي تعتمدون عليها في المشاورات وفي إدارة المرحلة القادمة، وأنتم من بدأ يعني تخرقون هذه المرجعيات بعدم تمثيل النساء، وكانت حقيقة يعني وضع صادم بأنه يعني من 20 سنة لم تمثل المرأة، يعني كان هناك تمثيل للنساء، لم يحدث هذا عدم التمثيل من 20 سنة. كانت المرأة تحوز على وزارة حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية، والنساء تناضل للمكاسب وأكثر، بالذات ونحن في مجتمع يمني لا يزال محافظ بشكل كبير، ولا نزال نعاني من قضية تعليم الفتاة وتسرب الفتيات من التعليم والزواج المبكر، ما بالنا إشراك النساء أيضا في السياسة. هذه إشكاليات كبيرة في المجتمع اليمني، وتخيلي الأثر الذي يضعه أو يعكسه أيضا عدم تمثيل النساء في الحكومة، وكأنه الحكومة تقول أيوة النساء لا يجب إشراكهم في العملية السياسية. فهذا يعطي يعني انطباع ويعطي أثر خطير. طبعا الأعذار اللي تلقيناها نحن كناشطات سياسيات غير مقنعة، غير مقنعة على الإطلاق، فإنه هذه حرب وهذه مش عارف إيش والأوضاع المهم يعني، بالرغم من إنه خليني أعرج هنا على دور المرأة في الحرب. المرأة اليمنية تشارك في يعني في هذه الأحداث بفعالية وبقوة، وأبرز من قلتي يعني أنت طرحتي بنفسك إنه رابطة أمهات المختطفين والفعاليات التي تقوم بها في اليوم اللي لم يستطع يعني تقاعس الرجال عن هذا المطالب. فمثلا هضرب لك مثل على رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا، كم تتابع وتبحث عن هذا المخفي أو عن هذا الأسير، وعندما يحين موعد استلام مثلا جثة أو أسير أو مخفي لا تستطيع الأم أو الزوجة أو الأخت أن تستلم هذا الأسير أو هذه الجثة أو هذا المخفي، بحجة أنها ليست من يعني ولية أمره، بحجة أنها يعني لازم تروح تبحث عن ذكر، أب، أخ، عم، ابن عم، وقد لا يكون مهتم مثلا من سيأتي اهتمام أكثر من الأم مثلا طبعا، ولا تستطيع أن أيوة يقول لك لا لازم يجي الأب يستلم هذه الجثة، لازم يجي حد ذكر. فهذه يعني إشكالية كبيرة لا تزال يعني المجتمع اليمني برمته، لا أقول فقط النساء اليمنيات، لأنه هذه مشكلة اجتماعية، مشكلة ذكورية المجتمع وتهميش المرأة وعدم الاعتراف بالمواطنة المتساوية للمرأة. هذه تعد مشكلة مجتمعية نحن في اليمن يعني نعاني منها بشكل كبير. النقطة الثانية اللي حتى أحب أبينها لك أيضا، هناك اليوم أصبح لدينا معتقلات ومخفيات لدى الحوثيين. كانت المرأة اليمنية هذا الجانب ولا أدري يعني هل أعتبره إيجابي أم سلبي. خليني أقول لك مثلا عندما يكون في سيارة فيها نساء وفي عسكر يعني نقطة تفتيش، إذا في نساء في السيارة لازم تعدي السيارة، ما يتمش تفتيش النساء داخل السيارة، وممكن كمان ما يتمش تفتيش السيارة لأنه في نساء. كانوا يأخذوها إنه من ضمن العيب، إنه يعني للنساء خليني أقول هي مكانة، وبنفس الوقت إنه مش عارفة يعني في من منظار آخر إنه هذا إنه النساء لا يزلن عار يعني عيب نقطة العار. لكن خليني أقول إنه النساء كانت تستفيد من هذا الاستثناء اللي كان يحصل، إنه من العيب إنه تعتقل امرأة، من العيب إنه تفتش امرأة، من العيب في عرف قبلي في اليمن يعني العسكري مثلا في النقطة ما يقدرش يجي يوقف امرأة ويقول لها تعالي، أو في نوع من الاحترام الكبير في هذا الجانب. اليوم النساء عندما خرجت مثلا النساء اللي هم تبع المؤتمر، كان من المؤتمر الشعبي العام عند مقتل علي عبد الله صالح، وخارجين بمظاهرات للمطالبه بجثته، تم يعني ضرب هؤلاء النساء واعتقالهن. في نساء خارجين طالبات جامعه خارجين في مظاهرات في صنعاء تم اعتقالهم، وللاسف يعني ما نسمعه اليوم ما يحدث لهؤلاء النساء المعتقلات شيء يعني لا يمكن تصوره، من تعذيب وبطش واعتداء وصل الى الاعتداءات الجنسيه واخفاء. يعني تخيلي ما اصر هؤلاء الفتيات، لا تعرف اين فتياتهم وهذا دائما اقول انه ضحايا الحرب. بدي اسالك هون، يعني حضرتك انت اليوم مش موجوده باليمن، انت موجوده بالقاهره في سبب، يعني انت عندك خبره واسعه وغنيه بالسياسه وبالسياسه اليمنيه، بس انت حضرتك اليوم موجوده بالقاهره، يعني هل هيدا الموضوع كمان له شويه صله او ارتباط بالموضوع اللي عم نحكي فيه؟ طبعا اقول لك انه في 2015 في مايو 2015 عقد مؤتمر في الرياض للمكونات السياسيه، وكنت أنا من ضمن الوفد اللي خرج من صنعاء إلى الرياض للمشاركة في المؤتمر، في مؤتمر الرياض لمساندة الحكومة الشرعية. بعد مؤتمر الرياض، أنا أقيم في العاصمة صنعاء، بعد مؤتمر الرياض تم إصدار قرار من الميليشيات الحوثية في صنعاء بالحكم بالإعدام لكل من شارك في مؤتمر الرياض. نعم. فبالتالي استحالت عودتي إلى صنعاء. بقيت كم شهر، يعني شهرين ثلاثة أشهر بالتحديد في الرياض، ثم انتقلت بس بهذه الفترة حضرتك كنت موجودة بالرياض بس عائلتك كانت بصنعاء. خليني أقول لك إنه أنا كنت متوجسة من مسألة مشاركة، يعني كنت أفهم الوضع داخل صنعاء من كنت أتواصل معه في الرياض، إنه أنا لن أخرج من صنعاء إلا أنا عندي ولدين وبنت وزوجي، فكنت مدركة إنه لن نستطيع، وكنت أقول لهم هكذا، إذا ذهبنا للمشاركة في مؤتمر الرياض لن نستطيع العودة إلى صنعاء، ممكن نقعد 6 أشهر خارج البلد، وهذا صعب جدا علي إنه يعني أسيب أولادي وبنتي وزوجي في اليمن. خلوني أنا أنتقل معهم. وكان حينها ابني الكبير في ثالث ثانوي، خلص الثانوية، وكنت إنه لما أخرج كمان إلى الرياض فرصة إنه يعني أوديه القاهرة أو أي مكان يبلغ الجامعية، لأنه كما تعرفي إنه كانت يعني في مشكلة في الجامعة ومحدش يقدر يخرج. خرجت، فحتى يومها أتذكر إنه من كنت أتواصل معه قال لي ليش يعني أنت ناوية تهاجري لما حتخرجي أنت وأسرتك وأولادك وزوجك؟ قلت له أنتم يعني أنا أتخيل إنه ممكن نجلس 6 أشهر بعيدين. فخرجت يعني شنط سفرنا العادية وخرجت مع أولادي. بعد مؤتمر الرياض حدثت ما كنت يعني أتوقعه، إنه بس لم نكن نتوقع إنه إلى هذا الحد، إنه يحكم علينا بالإعدام، فبالتالي لم نستطع العودة إلى صنعاء. وأتخيل اليوم لما أتذكر هذيك الأيام، يعني كان أقصى يعني أقصى شيء ممكن أتخيله إنه لن أستطيع ل6 أشهر. اليوم من 2000 يعني اليوم إحنا يعني أكثر من 5 سنوات ونحن خارج البلد، نعتبر يعني نازحين لا نزال في القاهرة. وهذا ليس حالي أنا فقط، إنما كثير من مش فقط السياسيين، خليني أقول لك الصحفيين، الإعلاميين، المثقفين. اليوم البلد جرفت، اليمن جرفت من مثقفيها ومن الكل، يعني لا تستطيعي في مناطق سيطرة الحوثيين أن تعترضي أو تقولي لا. وإحنا اليمنيين يعني تحملنا كل خليني أقول شظف العيش لكن إلا من اليمني يقول رأيه ويقول كلمته ويقول، فمجرد هذه الكلمة حتى حرمنا منها. وعشان كذا قلت لك البلد غرفت من كل مثقفيها من نساء ورجال وسياسيين، ولا أزال إلى اليوم في القاهرة. نعم إن شاء الله رنا شينهار بنرجع من عيد هيدي المقابلة، بس بتكوني باليمن بإذن الله. وأنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ودائما أقول أنا إنه الحرب يعني كنا نتعاطف مع الفلسطينيين ونشعر بآلامهم ونشعر، لكن اليوم نعيش واقعهم وها يعني شيء قاسي إنه تتفكك. يعني حتى الدولة يعني أتخيل أحلامي وأنا كناصرية قومية وأنا أنادي بالوحدة العربية وبالتعاون العربي المشترك، واليوم الذي يستطيع المواطن العربي أن ينتقل من اليمن إلى لبنان إلى السودان إلى موريتانيا بدون تأشيرة وبدون جواز سفر وينتقل لطاقته الشخصية. اليوم بقينا يعني عدنا إلى الوراء خطوات، وبقينا يعني نريد الحفاظ على الدولة الوطنية، الدولة الواحدة أنها تظل متماسكة، وهذا صراحة تراجع كبير في كل الوطن العربي وقاسي يعني وصعب. لكن إن شاء الله يعني خليني أقول الشاعر البردوني اليمني، الشاعر عبد الله البردوني اليمني قال إن السماء ترجى حين تحتجب، بمعنى إن السماء عندما تكثر فيها الغيوم وتتلبد بالغيوم إلا ما ينزل المطر، فأتمنى ذلك. شو عندك رسالة براغماتية للمرأة العربية؟ يعني نحن اليوم بالعالم العربي عنا حروب كثيرة يعني، فالمرأة العربية عم بتحاول تناضل، عم بتحاول تلاقي دورة بصنع القرار، بصنع السلام. شو رسالتك للمرأة العربية والمرأة اليمنية؟ أنا أقول إنه المرأة العربية يعني أهمها وهدفها مع اختلاف مثلا حصولها على حقوق زائدة في يعني نوعا ما في تفاوت، ولكن هذا التفاوت بسيط في نيل الحقوق من بلد إلى آخر. في هم عربي زي ما في هم عربي مشترك، في هم عربي في هم نسوي مشترك للمرأة العربية، وهو عدم التمثيل وهو ذكورية المجتمعات العربية. أعتقد أنه هذا الهدف التخفيف يعني أو القضاء على ذكورية المجتمع والاعتراف بالمواطنة المتساوية للنساء والرجال، هذا هدف ممكن يجمع النساء العربيات من الخليج إلى المحيط. فلنلتف حول هذا الهدف ونشكل قوة ضاغطة أكبر على مواقع صنع القرار في الوطن العربي كامل. نحن بحاجة إلى التشبيك الفاعل والقوي، نحن بحاجة إلى دعم بعضنا البعض أيا كانت أيديولوجياتنا كنساء عربيات، وأيا كان موقفنا سواء يعني كنا يمينيات أم يساريات، لكن في الأخير المصلحة في نيل المواطنة المتساوية، وهذه مش فقط للنساء، هذا هو مطلب مجتمعي عام. أعتقد أنه التشبيك والتعاضد من أجل الحصول على هذا الهدف هو ما يمكن أن يجمع المرأة العربية ويقويها، ويقوي أيضا تضامنها وتفاعلها مع النساء في الوطن العربي. شكراً. قبل ما أختم بدي أسألك في قصة، في شغلة حابة تخبريها حتى نخليها كمان ضمن البودكاست، في شيء حكينا عنه كان بدك تقوليه؟ في نساء اليوم رغم محافظة المجتمع اليمني إلا إنه في نساء استطعنا أن يتحمل مسؤولية الأسر، وبقى هناك إتاحة يعني أتيح للمرأة أنها تنتقل من منطقتها إلى منطقة أخرى، لأن المنطقة هذه فيها عمل، فيها فرصة عمل، وبقت الزوجة هي التي تذهب والزوج يظل مع الأولاد، لأنه فرصة العمل كانت للمرأة، وهذا كان أبدا يعني نادر الحدوث في المجتمع اليمني، أنه إذا وجدت المرأة فرصة عمل أن تستطيع أن تترك الأسرة وتذهب. هذا حصل اليوم في الحرب. هناك نماذج من نساء بارزات اليوم، يعني استطاعت النساء حتى في مناطق سيطرة الحوثيين رغم أنه هناك حصار شديد للنساء، لكن أن تفتح مشاريع بسيطة، مثلا كافيه تقيمه امرأة وتبيع فيه امرأة، محل خضار تبيع فيه سيدة شابة. هذه الأشياء لم تكن يعني موجودة قبل الحرب، ولكن الظروف الاقتصادية الصعبة هي التي أتاحت للنساء أيضا فرص للبروز. فكما هي الحرب مليئة بالمآسي والإشكاليات، أيضا تبرز هناك تغيير للفكر والمنطق، إنه شوفوا اليوم يعني المرأة قادرة أنها تقف لتبيع خضار والمجتمع يتقبلها، يعني بمعنى أنه الجانب الاقتصادي الصعب أبرز النساء وأتاح لهن أيضا الانتقال وأعطاهن فرصة عمل في مناطق أخرى، وهذا كان صعب في المجتمع اليمني. نعم. شكرا أستاذة رنا غانم لمشاركتك بذا ديبلومن بودكاست. بتمنى أنه المستمعين كمان يكونوا استمتعوا بهذا الحوار، وبدنا نضلنا على تواصل ونشوف كيف فينا نأمن مستقبل أفضل لعالمنا العربي، ولكن دايما من خلال مشاركة المرأة بصنع القرار. شكرا لك كارما، شكرا على هذا اللقاء اللي أتمنى أنه بالفعل نكون استطعنا أن نوضح فيه على عجالة وبشكل بسيط الوضع في اليمن ومعاناة المرأة اليمنية ونضالاتها إلى حد ما في هذا الصراع وفي هذا الحرب. وأتمنى أن يعم السلام على الوطن العربي بأكمله، وأن نلتفت فعلا إلى أهداف تنموية بدلا من إيقاف الحروب وإيقاف صوت الرصاص. شكراً.